التعايش السلمي فيروس كورونا وتربية الأبناء، تلك هي نقاط شرحها المشرفون على هذه الحملة، منهم الأمين العام لكونفدرالية الرعاة بتشاد أحمد آدم جبريل، قال إن مزاولو مهنة الرعي بتشاد عليهم فهم الحياة وتغيراتها ومواكبتها. غير أن رئيس كونفدرالية الرعاة بتشاد الدكتور أحمد أبو الفتح عثمان قال إن احترام الآخر هو خير وسيلة لجلب العافية والسلام والتنمية. أهم شيء بهمنا اليوم مسألة التعايش السلمي ما بين المزارعين والرعاة. نحن في تشاد مجتمع رعوي ومجتمع زراعي، مهما كان إذا ما فكرنا في المشاكل البناتنا ما ممكن التنمية تجي في البلاد. كل البلاد اللي تطورت الآن بسبب التنمية، بسبب الثروة الحيوانية، بسبب الزراعة. وننوه أن فدرالية الرعاة بتشاد ستقوم بعدة أنشطة خلال الأيام المقبلة.